النهارده اول يوم ان شاء الله توزيع اللحوم. طبعا بقى لنا 10 ايام مجهز الموسم ده، احنا تقريبا 700 عجل، احنا مترجتين 1200 عجل. بيتم انتقاء ذبحها وفق الشريعه الاسلاميه مع مراعاه الهيجين، اقصى درجات النظافه. التنظيم حضرتك شوف طبعا في المجازر جوه بيتم الذبح ويتم السرخ ويتم تشميع اللحمه البلدي كده يعني، ثم تغليفها باكينج تمام وضعها في ثلاجات الحفظ، ثم بيحضر المواطن او المستحق، بيتم دخول بياناته على السيستم وتسجيلها بالقبول وبيحصرف على طول. موضوع منظم جدا وفي وصل تام جدا لاهالينا. طبعا الخير مش في الجيزه بس، في كل انحاء الجمهوريه، منيا، اسيوط، شرم الشيخ، مرسى علم، مرسى مطروح، الاقصر. انا سعيد جدا بالفرصه هنا عشان اشوف كيف تعمل المؤسسات في مصر واقارن وما هو الفرق بين المؤسسات في مصر والمؤسسات في فرنسا والنمسا. اكتشفت ان مؤسسه ابو العينين من اهم مؤسسات في مصر وللمجتمع المصري، وهذا اول مره في حياتي اشوف مؤسسه تقدم مساعدات كبيره هكذا للناس. 250 الف كيلو لحم للناس. انا سعيد جدا ان اشوف كيف مساعدات كبيره هكذا يعني يساعدوا كل العائلات في الجيزه. انا متطوع، معايا 40 فرد متطوع تمام، جايين النهارده مؤسسه ابو العينين تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، جايين بتعليمات الاستاذ محمد ابو العينين والاستاذ سميه ان احنا ننظم اهالينا هنا ونسهل عليهم التوزيع تمام، بجانب ان احنا بفضل الله معانا مجموعه ثانيه بتمر على المزارع تمام، بتنقي افضل السلالات للحوم البلدي تمام، وبفضل الله بنوزع كمان مع على اهالينا هنا مع اللحمه سلع تموينيه. تبعاها من سنين طويله بصراحه، خدمات اجتماعيه، علاج، ظروف اقتصاديه بيساعدوني انا وبنتي كمان، فبقى لي سنين معاهم لان انا من المنطقه دي بقى لي 30 سنه. فاحسن جمعيه خيريه بتاعت الحاج ابو العينين صراحه. يعني نطلب منهم حاجه بياخدوا المستندات ويتاكدوا من الكلام بينفذوا على طول بصراحه. من ساعه ما بدا واحنا معاه، ومن ساعه ما بدا ومش ما بينساش موسم بصراحه، يعني احنا على طول معاه وبنجيله، ربنا يبارك له، هو راجل خير جدا في ميزان حسناته.